الشكل اللي بيه، لكن بتعاملها حب شكلها وحب كل شيء فيها يا ابو عبد الله. تبي قصة مماثلة؟ عطنا مختصرة طبعا. عطنا هذا واحد صديقي اللي مثل ما قلت أنت وله صديق في خارج الرياض ومعطيه أخته، هذاك هو وليها، الأخت هو وليها لأن أبوها متوفي الله يغفر له، وكان معطيها إياه. وكل ما هذا قال له متى متى، يقول له ذاك اصبر في بعض الظروف. المهم أنه يوم من الأيام زهم عليه وقال خلاص عطنا عمرك اللي يوم الملكة إن شاء الله. قال طيب ما شفت الرؤية الشرعية؟ قال لا جيت شف الرؤية الشرعية وإنسان خلاص ملكنا. يا سلام. يقول من الفرح رحت البنك وأخذت أمها 500 من صديقي لي بالبنك كلها جدد. سلام روح عليهم. يقول يوم جيت بعد المغرب بعد الظهر حطوا الغداء وتقدينا، ما أدري عندهم الاتفاق مع ناس آخرين، ويوم جاء بعد الغداء جاء ناس شغلونا، المهم لأن بعد صلاة العصر. أيوة. أنا بها الرؤية الشرعية، وإذا جاي وإذا داخل وإذا طالع، ما أدري هي مدروسة أو كذا. المهم إحنا صلينا العصر وليم جاء المأذون. جاء المأذون جاء فقال لي لأخوها خلاص ترى من، يقول قال يا ابن الحلال اليوم في ظرف والله أنا ما كنت قائم، لكن أختي يا أخوي وش يا سلام، يقول أنا من الفرحة وأمهات خمس مخباتي توكل على الله. يا سلام. وأقوم اللي سووا ما شافها ما شافه. يقول يوم ملكنا وقضينا قال ترى اختي جاهزه وعفشها عند الباب توكل على الله هذا الزواج خلاص. سبحان الله. يقول قلت يعني، قال ما عليك شغل روح توكل على الله انت ويا حرمك وسوي اللي تبيه. نعم. يقول انا اكبرت فيه هذه الفكره وهذا. يقول مشيت الحرمه متلففه. وكنا في الطريق يعني تعرف الواحد مع زوجته يبغى يحس شيء يبغى يشوف كذا، فهي تقول له لا لان حك تسوق السياره خاف يعني يصير شيء، لو وصلنا الشقه يصير خير. فحينما وصلنا الجميع الى الشقه وهي الان محرجه لازم تكشف لزوجها ولو انت تكشف لزوجها. ايوه. فكشفت الى زوجها فاذا هي يعني شكلها مو باللي تبي. فأصبحت تدعو على أخوها اللي إيه نعم اللي عملها العملية ما خلاك تقتنع يعني في هناك يعني تأخذني وأنت مقتنع. أرجوك رجع حار، أرجوك رجع حار، صبر علي 20 يوم بس، بعد 20 يوم أنا عارفك إنك ما تبي ما تبي. نعم بس تركني بهالشقة الله يرحم دلتي. قولي مرحمها وقوي وأعبي الثلاجة معبات ودلي أنام عندها مجاملة قدام الناس بالصالة ويتنام بغرفة النوم. سبحان الله. تقول بعد 10 أيام زي ما قلت الحرمة كم يقول لك دخلت البيت ولمع ودام دندنش وروايح وكل شيء مضبط وسلام من بعيد تسلم هي يعني كأنها تقول يعني كأنك تترضى بالسلام الله يحييك ما أنت راضي بكيفك. فيقول كل مالها وتقرب بقلبي تدخل بقلبي تدخل بقلبي تدخل. يقول يوم أخذنا 15 يوم وأنا خلاص أشبك معها. سلام. والآن أم عيالها الآن أنا أعرفها. يا سلام. فهذا هو من 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 مثالب من محاسن الصبر. الواحد ما ودك يستعجل في هذه الأمور. هذه ناحية. الناحية الثانية يجب الإنسان يكون في هذه الأمور صريح. صح. سواء عاد أب أو أخ أو في كل شيء. والله شوف سبحان الله العظيم، يعني الآن يعني في عصرنا الحاضر